متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان لحظة وصول جثمان المهندس حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر إلى مسجد حسن شرباتلي للتجمع الخامس. أبرز الحضور الآن المهندس نجيب سويرز وكمان الفنان محمود حميدة وعدد من نجوم الوسط الرياضي، يعني مهند مجدي رئيس عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكل يعني عدد كبير. وصول الجثمان أدعو له بالرحمة، وصول الجثمان الآن إلى هذا المسجد، وأيضا الكابتن محمود طاهر بيصل الآن. أدعو له بالرحمة، طبعا حزن كبير. المهندس محمود طاهر بيصل إلى طبعا هذا المسجد، كل يعني التعازي والدعاء لنجله بالرحمة والمغفرة. بعد السلم محدش ينزل، بعد اذنكم بعد السلم محدش ينزل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصول الكابتن والمهندس محمود طاهر، وأيضا وصول الجثمان إلى هذا المسجد، كل التعازي لأسرة يعني المهندس حسن محمود طاهر. سمعت إيه؟ يطلع لايف يا سام. ماشي. رجعوا يا جدعان ورا، رجعوا يا رجاله ورا. فقال لله ربنا يا رب يرحمه، ادعو له بالرحمه والمغفره. طبعا الفقيد والراحل المهندس حسن محمود طاهر وصل الان الى هذا المسجد وسط حاله من الحزن الكبير والالم الذي يسيطر على كل افراد الاسره. طبعا كل متواجد المهندس محمود طاهر ويعني عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي متواجدين الان. بعد اذنكم فوق. جماعة بتوع الأمن فين؟ بتوع النادي الأهلي يا جماعة. عايزين مش فاهمة إيه قلة الأدب. حضراتكم طبعا لحظات صعبة على كل أفراد الأسرة. هيصور بس، كله هيصور من هنا، كله هيصور من هنا. كل التعازي خالص، العزاء لكل افراد الاسره وكل يعني اسره الكابتن والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي السابق. وصل الجثمان منذ لحظات، ووصل المهندس نجيب سويرس، الفنان محمود حميده، وبعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الحالي وصلوا الى هذا المسجد. طبعا خالص العزاء، وطبعا حزن شديد بيسيطر على المهندس محمود طاهر. يعني بعض اللاعبين والرياضيين السابقين يصلوا الى هذا المسجد، مسجد حسن الشربتلي، لحضور صلاة الجنازة.
تاجر في حسن محمد صناعة على جبل الكلية قريبا من المهندس حسن محمود طاهر توفي بالأمس عن عمر نهزه 34 عام وسط حالة من الحزن والألم الشديد طبعا، وتوفي داخل مسكنه، توفي داخل المسكن، وتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الشهيرة، ولكن يعني كان توفي وظل في المستشفى إلى أن خرج الجثمان من داخل المستشفى بعد تصريح النيابة العامة بالدفن، ووصل منذ دقائق قليلة إلى مسجد حسن الشرباطلي بمنطقة طبعا التجمع الخامس، وصلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر طبعا على جثمان الراحل. بعض مشاهد الحزن والألم التي تسيطر على كل أفراد الأسرة بعد هذا الرحيل المفاجئ، توفي عن عمر 34 سنة بصيب مرض نادر، وكان طبعا تم سفره إلى عدد من الدول الأوروبية، ولكن طبعا قضاء الله قد نفذ، وزي ما حضراتكم تابعتوا معانا لحظة وصول الكابتن محمود طاهر إلى هذا المسجد وحالة من الحزن وتسيطر عليه. في جنب عشان في جثمان تاني جاي دلوقتي. بسم الله رسول الله هو كله رايح على الجنة ما محمد في مسؤول يا جماعة علي 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 ماشي يا فندم اتفضل بس كده هو احنا واقفين في الشارع كده بس قافل يرجع خش يا فندم كده ده ورا فندم ده ممر في السيلاف في من هنا فندم خش كده فندم ده ممر عندي كده تعالوا بس عدوا المكان ده المكان ده اتفضل عشان بس السيدات بتخش من هنا خليكم واقفين كده طيب نكتب ده هو لو شايف الحبيب ان هو عشان خاطر هو صوره ماشي فاهم حاجه انا كده متفق عليك هو عشان بس عدوا وصل الجثمان منذ قليل الى مسجد حسن الشرباطلي طبعا وسط حالة من الحزن الشديد بعد اكيد ده
شقيق الفنان هشام سليم طبعا، وابن الراحل صالح سليم حضر يعني هذا الجنازة. طبعا هذه الجنازة ل يعني اللحظات الصعبة اللي بتمر بيها. متابعينا في كل مكان، لحظات صعبة ولحظات حزينة. انا مش عايزه اتصور لو سمحت. ايه التصوير دي ليه؟ طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا وصول جثمان نجل يعني المهندس محمود طاهر الى هذا المسجد وسط حالة من الحزن الشديد. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا وصول جثمان المهندس حسن محمود طاهر نجل المهندس محمود طاهر الى هذا المسجد لصلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد قليل هنا داخل هذا المسجد. ابرز الحضور المهندس نجيب سويرس والفنان محمود حميدة وبعض اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي الحاليين وبعض الرياضيين السابقين الذين حرصوا على الحضور. طبعا نواصل مع حضراتكم هذه التغطية الحية والمباشرة من مراسم جنازة المهندس حسن محمود طاهر، أدعو له بالرحمة. المهندس خالد الدرندلي طبعا كان احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا يعني شغل العديد من المناصب في الوسط الرياضي المهندس خالد الدرندلي. متابعينا انتظرونا في بث مباشر جديد من كل الموقع بصراحة الإخباري. شكرا لكم وإلى اللقاء.